زملاء أعزاء في هذا اللقاء العلمي اليوم العلمي في قسم الطب النفسي، والذي يرجع فيه الفضل إلى سيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسين عبد الغيث ومجهودات الأخ العزيز الأستاذ الدكتور رضا رشدي رئيس القسم. وبشكر الدكتور عبد الله مكي استاذ الطب النفسي بالقسم ومجهوداته للاعداد لهذا اليوم، وكل الزملاء اللي شاركوا في هذا الاعداد لهذا اليوم العلمي. وبشكر الاستاذ الدكتور محمد الشيخ على محاضرته الخفيفه الظريفه اللذيذه. طبعا احنا في اطار كليه طب الازهر في اليوم العلمي في كليه طب الازهر او كليه قسم الطب النفسي في كليه طب الازهر، بيهمنا ان احنا نستكمل او الموضوعات بتاعتنا تبقى متصله. فالاستاذ الدكتور محمد الشيخ كان بيتكلم على الضغوط كرونيك ستريسز، هنشوف دلوقتي ان الكرونيك ستريسز دي لها دور مهم جدا. لكن زي ما عودت تلامذتي اللي موجود منهم عدد كبير اصدقاء يوم الحب اللي منورنا النهارده، دايما طبعا النواب والمدرسين المساعدين والزملاء كلهم يعني، فبنبدا بان شعارنا هو الحب، وبنقول لقد بدا وجودنا بالحب، فالنفخه من روح الله لتهب ادم الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. وهذه هي جوهر الوقايه من الانتحار. هذه المقوله تعد جوهر الوقايه من الانتحار الذي هو موضوع المحاضره بتاعتي. هتكلم فيها عن ايه هو الانتحار؟ وايه معدلات انتشاره؟ ايه هي ريسك فاكتورز او عوامل الخطوره اللي بتعمله؟ وايه السمات اللي بيتميز بيها الاشخاص الانتحاريين؟ والعلاقه بين الامراض النفسيه وحدوث الانتحار؟ وايه طرق الانتحار؟ وازاي نمنع الانتحار؟ انت كنت بتقلب ليه يا دكتور محمد؟ انا اصلا هقف. النقاط اللي انا هتكلم عنها في اول نقطه فيها اللي هو تعريف الايه؟ الانتحار هو انهاء الشخص لحياته عن قصد. يعني يقصد فعلا ان ايه؟ مش المساله انه ايه؟ غلط وجه يشرب عصير فشرب فينيك او شرب سيكتسايد اللي هو مبيد حشني، لا هو مش حصل غلط، لا ده هو ايه؟ قاصد انه ينهي حياته، فهو ده تعريفه للانتحار. هل المنتحر بيبقى فعلا عايز يموت؟ هو مش بيبقى عايز يموت، لكن هو عايز مش عايز يعيش. هو مش حابب الموت، لكن في نفس الوقت هو مش عايز ايه؟ مش عايز يعيش. عشان دي فرصه. ايوه هاخد المحاضره، هاخدها على الديسك توب عشان افضي لك مكان للايه؟ ماشي. اللي احنا هنتكلم عنها في المحاضره قلنا الانتحار هو قصد شخص انهاء حياته، وقلنا انه هو مش حابب انه يموت لكن هو مش حابب انه يعيش، وبيهرب من الم غير محتمل، وحاسس انه هو بقى في موقف وحش قوي فلازم يتخلص من حياته. ودي لو تفتكروا الراجل اللي كان بيعيش في منطقه مصر الجديده واخد 2 مليون جنيه من قرايبه ومن اصحابه وراح حطهم في البورصه عشان يضارب بيهم وبعدين خسرهم، فهو وقع في مصيبه فانتحر، وطبعا موت مراته وبنته كمان معاه. السؤال الاولاني عندنا ايه معدل حدوث الانتحار؟ معدل حدوث الانتحار طبعا امريكا اكثر دوله بتعمل احصائيات واكثر دوله محدده جدا في حصر الامراض عندها. ف 45,390 وفاة من الانتحار في السنة الواحدة من عامة الناس، ده معدل الانتحار عندهم. عندهم 124
وفي وفاة من الانتحار في اليوم الواحد. الانتحار عندهم هو السبب العاشر للوفاة. أما منظمة الصحة العالمية بقى على مستوى العالم بتقول إن في 800,000 وفاة في السنة في العالم كله. أقل معدل الانتحار في الأطفال اللي هم أقل من 15 سنة، وأعلى معدل الانتحار في السبعينيات فما فوق، اللي هو سنهم في السبعين فما فوق، دول أكثر معدل انتحار. الانتحار بيعتبر السبب الثالث للوفاة في المرحلة العمرية من 15 ل 19 سنة، ودول مراهقين، وخلي بالكم هنتكلم عنهم دلوقتي. وبيجي السبب الثالث بعد حوادث الطرق وبعد العنف بين الأشخاص اللي هو بيضربوا بعض بالرصاص وحاجات كده. طبعا بيعتبر في دراسة بقى تتبعت من سنة 1999 لسنة 2020 أسباب الوفيات، ورصدت إن السبب الثاني لوفيات الأعمار من سن 10 ل 34 سنة، السبب الثاني هو الانتحار. والانتحار هو السبب الخامس لوفيات الأعمار من 35 ل 54. وكده بيعتبر الانتحار أحد أهم الأسباب اللي بتجلب الوفاة المبكرة. ليه من 10 ل 34 السبب الثاني للوفيات، وليه النسبة دي عالية؟ لأنه الفترة دي هي أزمة الهوية، اللي هي الايدنتيتي كرايسيس اللي كنت دايما بكلمكم عنها، وبقول إن دايما محورها سؤالين أساسيين: من أنا وماذا أريد؟ خاصة في هذا العصر اللي ما فيهوش وظائف، وإنك بعد ما كان الفلاح في العصر الزراعي بيضرب الأرض يطلع بطيخ، خلاص هو كده بقى راجل واتجوز، طالما بيعرف يضرب الأرض بالفاس ويروي الأرض وكده، خلاص هو بقى راجل واتجوز وحياته اتنظمت على كده. إنما جت بعدها مرحلة العصر الصناعي بقى اللي قاعد بلوج يعرف يعيش، واللي عنده كالوريوس يعرف يعيش، دي عصر المعلومات بقى عقد الدنيا خالص، اللي هو العصر اللي احنا عايشين فيه. تاخد البكالوريوس ما فيش فرصة عمل، تاخد ماجستير برضه ما فيش فرصة عمل، تروح تاخد دكتوراه عشان تجد فرصة عمل، إما تجدها وإما لا. عشان كده تأجل حل أزمة الهوية، ودي كانت مصنفة في التصنيف الأمريكي الرابع كأحد الاضطرابات النفسية، ولكن للأسف شالوها في التصنيف الخامس وحطوا مكانها البوردر لاين بيرسوناليتي. حد شفت فجأة ستارز، ست ستارز طبعا كلكم عارفين، ودي بتورينا انه المراهقين في أزمة. الاثنين دول شوف الرسالة اللي كانوا سايبينها، بيقول لك نخلق لعالم كله كذب وخداع. دي أزمة هوية وعدم قدرة على التكيف في هذا العالم. ودول اثنين طلبة، واحد فيهم في كلية هندسة والتاني طالع في كلية الطب في اسكندرية، وأجروا أوضة في فندق وراحوا في الفندق ده، كل واحد فيهم لبس كيس نايلو على رقبته بحيث إنه يختنق ويموت. في بعض الأرقام أو أرقام لمعدلات الانتحار في بعض دول العالم، شايفين عندكم تحت الولايات المتحدة الأمريكية شايفين أعلى معدل 14.5 في 100,000، وراها على طول فرنسا 13 في كل 100,000، وراها ألمانيا 11 في كل 100,000، وبعدين بتقل عنهم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة قصدي البريطانية، والأسبانيا. إيه بقى عوامل الخطورة لحدوث الانتحار؟ إيه اللي بيخلي واحد ينتحر؟ هل هي الجينات؟ بيقولوا الجينات من 30 ل 50% من اللي هم بعضهم انتحروا أو حولوا الانتحار، الجين بينتقل ليهم وبيبقى عرضة للانتحار. ولكن ممكن ينتقل مش انتقال جيني كانتقال جيني، ولكن ممكن ينتقل من خلال إن ده الموديل بتاعه كواحد بالنموذج ده، فبدأ يعمل السلوك الانتحاري. نقص المطالعة العصبية في المخ. احنا عارفين إن المخ بيجدد خلايا نفسه، وكل ما تعرض الشخص لستريسز كل ما المخ
يجمد خلاياه بالنيورون بلاستيسيتي، فده هيعمل كوبينج ويز ستريسز او يعمل توافق مع الضغوط ويساعد الشخص على انه يتكيف. فطبعا لما تبقى المطابعه العصبيه مش موجوده فده بيخلي قدرته على التوافق مع الضغوط قليله، وفي نفس الوقت بقى بتبتدي قدراته المعرفيه تنهار وتبان في نقص التعلم، نقص الانتباه، نقص الذاكره، او في عدم قدرته على اخذ القرارات او الشعور بالياس العام. النشاط بتاع المحور الهايبوثلامي النخامي مع السوبرانين الجلاند، المحور ده لما بيزيد بيعمل لخبطه في معدل الهرمونات، هذه اللخبطه في معدل الهرمونات بتزود الكورتيزون وفي نفس الوقت بتقلل او بتعمل ديسريجوليشن في السيروتونين زي ما انتم شايفين، والنتيجه انه يحدث الايه؟ الانتحار. الانفلاميشن، وده احد الحاجات المهمه اللي ابتدت دلوقتي ترصد حديثا في ميجر ديبريسيف ديس اوردر، الانفلاميشن بتتفرز فيه برو انفلاماتوري سايتوكينز، وهذه السايتوكينز لها دور كبير في حدوث الانتحار، وهو شايفينها حضراتكم التفصيل بتاعها السايتوكينز وازاي تؤدي الى الانتحار. وطبعا الانترلوكين 6 ده يعتبر اخطرهم، اخطر السايتوكينز اللي بيؤدي للوفاه او بيزود السوسايدال ايديشن وفي نفس الوقت المحاولات الانتحاريه والانتحار نفسه. السايكولوجيكال اند انفايرمنتال كونديشنز، ودي بقى هنشوف، احنا اتكلمنا على اسباب عضويه وجينيه اربع حاجات، تعالوا بقى شوفوا الخامس ده بقى، ده المتاهه الكبيره وده اللي في ايديكم واللي ممكن تعملوا له الوقايه بشكل سهل جدا. ها؟ يعني المطوعه العصبيه لما هتحسن حاله المريض النفسيه هتخليه يقدر يجتاز الايه؟ يجتاز الضغوط، وفي نفس الوقت تقويه جهاز نشاط جهاز المناعه وترفع معنوياته فيستطيع ان يتغلب على مواجهه الضغوط. انما هنا لما حد يموت، اب يموت ويسيب ولاده صغيرين، فالولاد الصغيرين دول بيبقوا عرضه لانهم يبقوا يفكروا في الانتحار او يموتوا، لان ده بيعتبر بالنسبه لهم نوع من الحرمان الابوي، وعشان كده بيبقوا عرضه للانتحار او ريسك فاكتور. لما احد الوالدين ينتحر او يحاول الانتحار، ولما ده يحصل في سن صغيره بيأثر قوي في اطفاله، وده يخليهم عندهم الميول الانتحاريه او الافكار الانتحاريه. لما يبقى الاب مريض نفسيا خاصه المود ديس اوردرز، واذا كان مصاحب لها كمان السبستانس يوز، يبقى كده الخطر اكتر، والشخص ده اللي بيبقى عايش بهذا الشكل بيبقى نموذج سيء لابنائه، وتكون النتيجه انه ينتقل لهم هذا العامل الخطر ويبقوا عرضه للانتحار. برضه النمو السيئه غير المناسبه والتفسخ الاسري لها علاقه بالسلوك الانتحاري لدى الابناء والمراهقين ولدى الادلتس بعد كده كنوع من التوحد او التاثر بالاب اللي كان مختل نفسيا. التشايلد هود تروماتيك اكسبيرينسز الابيوز اللي هو الايذاء اللي بيحصل للاطفال سواء كان فيزيكال او سيكشوال او ايموشنال، الايذاء اللي بيحصل لهم ده بيترتب عليه انه يبقوا عرضه لانهم يفكروا افكار انتحاريه وممكن يحملوا محاولات انتحار وممكن ينتحروا فعلا. الفيكتمايزيشن والبولاريزيشن اللي هو التنمر ومن النفاق، وانه حد يبقى ضحيه لاصحابه كده، يبص تلاقي كده اصحاب في المدرسه يعملوا لهم كبش فداء كده يتنمروا عليه ويتريقوا عليه ويسخروا منه، وفي نفس الوقت يبداوا ايه؟ يعملوا ضحيه ليهم كده. زي ما بيقولوا كده كل مجموعه بيبقى لها دايما كبش فداء، فسواء ده كان في مراهقي الجيران او في المدرسه او حتى في مكان العمل. بعض الناس في مكان العمل كده تبص قوي يصطاد واحد كده ايه؟ شخصيته ضعيفه وبتبدا يعمل له كبش فداء ويقول لك ما هو ده اللي مبوظ الدنيا، كل حاجه بتحصل لك هو ده اللي مبوظ الدنيا، فاعمل له كبش فداء ويتريقوا عليه ويسخروا منه. فطبعا ده
مع التنمر اللي بيعملوه له هتكون النتيجة إنه يبقى عرضة للانتحار، وده ريسك فاكتور مهم قوي. الـ immediate severe unexpected loss اللي هو الفقد اللحظي الشديد غير المتوقع، زي إنهاء علاقة عاطفية. طبعاً أعتقد إن بعضكم مر بفجأة كده إنهاء علاقة عاطفية، مرتبة نفسية معاه من ساعة ما كانوا في الجامعة في علاقة عاطفية وعايشين يعني حياة وردية كده ومستعدية مستنيها ما يتخرج عشان يتجوزها. بعد التخرج قال لها طب الجيش، خد عفاق من الجيش وكان معاها عقد عمل سافر على الخليج، وقال لها ايه؟ باي باي. صدمة عاطفية ايه؟ مفاجأة. ده نموذج للصدمة العاطفية المفاجأة. الطلاق، الطلاق وما أدراك ما الطلاق. الطلاق في مجتمعنا، وكلمتكم في محاضرة قبل كده للي بيحضروا معايا عن الطلاق في مصر. كان بحث عملته عن اسباب الطلاق في مصر. طبعا انتشار الطلاق قالوا وقتها انه كان بيحصل كل دقيقتين طلاق في مصر، فمعنى كده المعدل زايد جدا وشديد جدا. وبما ان في طلاق هيبقى في تفسخ اسري، وبما ان في تفسخ اسري هيبقى في ضياع للاطفال. ده بالاضافه الى انه الشخص اللي اتطلق احدهما دايما بيبقى ندمان وزعلان وحاسس انه حصل له فقد عاطفي او صدمه عاطفيه، يعني دايما بيطلب طلاق واحد والتاني بيبقى ايه؟ هو الضحيه لطلب الطلاق. او termination of job يعني انهاء العمل. من حوالي 3 أسابيع بالظبط ماسك اللي هو الملياردير بتاع تويتر فصل 8000 عامل في يوم واحد، وجوجل حوالي اسبوع او 10 ايام فصلت 14000 موظف وكسور في يوم واحد. فهذا الفصل المفاجئ للموظفين دول، الكفاءات دول اللي هم كانوا عايشين في مستوى كل واحد فيهم بياخد مبلغ محترم لانه بيشتغل في شركه انترناشونال جوجل والكلام ده، فلما يتصدم كده ده اكيد هيحل عليه متطلبات حياتيه مش قادر يقوم بيها، فالضغوط هتزيد فيها وهيبتدي زي ما كان بيقول الدكتور محمد انه هيبتدي يقع تحت وطأة الضغوط، تكون النتيجة انه ينهار ومقاومته تنتهي وممكن يبقى يعني يحاول الانتحار. الأوسف بيت بقى، وطبعا يعني لما حد يفقد حيوان أليف تقولوا لي يعني ده موجود في الأرض ده بيتعلم؟ ده أنا عندي مرضى تقريبا 50% منهم هنا في مصر، 50% منهم مربيين قطط في البيت، وفي بعضهم مربي كلاب وبتحب الكلب وبتحب القط كانه ابنها، مع انها مخلفه عيال. مش هنقول ما هي ما خلفتش، مخلفه عيال لكن مرتبطه بيه جدا، وتقول لك ده العيال دول قاعدين على الموبايل، لكن انا اول ما افتح الباب وادخل الاقي ده طالع يجري يستقبل لي وينط عليا وبتاع، ده القط او الكلب. فهي سعيده جدا بده، وهي مرتبطه بيه عاطفيا اكثر حتى من ولادها. فبعضهم بينتحر لما يموت الحيوان الاليف اللي عنده. الجلوكوز كرايسيس باي كوفيد، واللي عمله من محاولات الانتحار كازمه عالميه صحيه غطت المجتمعات في العالم كله. وطبعا زادت الانتحار في كل العالم، والاطفال اتاثروا بيها بشكل غير مباشر، مع ان الاطفال اقل عدوى اقل قبولا للعدوى الكوفيد، الا انهم خسروا وتعبوا بالسيبريشن اللي هو انفصال الوالدين او انفصال عن الاسره لما حد توفى او اتطلقوا، او الفقد او تفسخ الاسره، او حتى عدم الذهاب للمدرسه وان يرى المستوى الدراسي. كل دي حاجات اثرت في نفسيتهم، واتاثرت طبعا الخدمه الصحيه في تلك الفتره، وكل ده زاد من التاثير على الاطفال. لكن الحقيقه اللي صدمني هو ده. اعلنت روسيا انها سوف تكشف عن احداث مهمه سجلتها الاقمار الصناعيه، تكشف معامل ومختبرات في اوكرانيا لانتاج فيروس كورونا الذي قتل الملايين. وقد احتجزت المخابرات الروسيه العلماء الاجانب الذين يعملون في هذه المخابرات ورفضت تسليمهم الى دولهم. ايه بقى دولهم دي بقى؟ امريكا، المانيا، فرنسا، اسرائيل. امريكا وفرنسا والمانيا اللي بيدعوا انهم اصحاب حقوق الانسان، وهم اللي هم بيحافظوا على الانسان اهم،
بيصنعوا بقى ايه؟ كشفت عن خطط القضاء على الانجاب ونقص الزياده السكانيه وتدمير ميناء بيروت واغتيال الحديدي وتقديم السلاح للمصريين في اليمن. يعني بيعملوا بلاوي مدلدله ويقول لك احنا بتوع حقوق الميول حقوق الانسان واحنا بقى اللي بنحافظ على البشريه وعنده كفن ده كان ازمه واحنا بنساعد الدول انها تطعم من ايه؟ الناس بتوعها. او انتم بتصنعوا الفيروس وبتساعدوا الناس ازاي؟ ما هذا؟ ما هذا الطلاق؟ طبعا الكلام ده بتاع فاروق بويدا امبارح في الاهرام مش كلام مدين يعني. الميديا والانترنت للاسف الشديد بتتيح مواقع تقول لك هاو تو كيل يور سيلف، ازاي تقتل نفسك وازاي تمنعها. يعني ده يعني يعتبر ايه؟ مصيبه بتشجع اللي بيبقى يائس من حياته شويه وزهقان شويه ما يدخل يلاقي موقع بيقول له ازاي تقتل نفسك بسهوله من غير ما تتألم، يروح عامل الحكايه دي وفعلا ينتحر. فالمواقع دي تعتبر من الريسك فاكتورز المهمه. اللي هو انه حد ينتحر فيشجع الثاني انه ينتحر، او اللي هو الرفاق. وده زي ما قلت اللي حصل في اسكندريه لما الاثنين الطلبه بتاع الهندسه وبتاع الطب هم اصحاب اتقابلوا مع بعض بغرفه في الفندق وشجعوا بعض على الانتحار. قادر كان تاني زي ما الفترات الارتفاع درجه الحراره الشديده وجدوا انها في فتره من الفترات اثرت في امريكا والمكسيك بوفيات كثيره، فقالوا انه ممكن ده يبقى احد عوامل الخطوره. الخروج من المستشفى النفسي، لانه المستشفى النفسي لما بيقعد فيها المريض فتره بيبقى مطمن للحمايه والامان والرعايه، فلما بيخرج من المستشفى بيفتقد كل دول فممكن ينتحر. نيجي بقى نتساءل ايه مواصفات او المواصفات المميزه للاشخاص الانتحاريين؟ ايه هي؟ اللي هو منشغل دايما بفكره الموت ودايما منعزل اجتماعيا واصدقائه قليلين واعضاء عيلته ما هوش مرتبط بيهم او قليلين برضه او مش موجودين خالص. اللي بيبقى دايما واحد جنب كده عاطفيا ومنحني وانتروفيرت كده. بيفقد الاهتمام بكل الحاجات اللي كان بيحبها وبيفقد الحاجات اللي كان بيستمتع بيها. كان بيحب يتفرج على ماتشات الكوره بطل، كان بيحب يتفرج على افلام بطل، كان بيحب يروح السينما بطل، كان بيحب يقعد على القهوه مع اصحابه بطل. كل دي بنسميها الانهي دنيا. ده احد اهم اسباب الانتحار او سمات المنتحر، انه يركز على الماضي وبالذات النكد. لدرجه ان انا قلت لكم في المحاضره بتاعتي قلت لهم انا في عيالين بقول لهم ده نكد. نكد دي ليه؟ لانه بيدور في اللي فات على النكد ويعيش فيه، وبالذات الجماعه الايه؟ الاولين. ها؟ وده طبعا هو اللي بيجيب لهم الدبريشن وهو اللي بيخليهم يدخلوا في الايه؟ في الاكتئاب. ويبقى احيانا بيبقى شايف المستقبل مظلم. وللاسف الشديد دي حقيقة واقعية، إن دلوقتي أي طالب في الجامعة في السنة النهائية شايف الدنيا مظلمة بعد السنة النهائية، يعني طول ما كان في أولى وتانية وبتاع كان متسلم جوه الجامعة والدنيا ماشية ومسلي نفسه، لكن لما جاء في السنة النهائية وماذا بعد؟ لدرجة إن جاني طالب في كلية الهندسة جاني في شهر ثلاثة قبل الامتحان بشهرين وهو بيطلع الأول كل سنة في الكلية. جالي وهو متوتر جدا ومتلخبط جدا وعلى وشك انه ينتحر فعلا وما بيذاكرش بقى له شهر. عنده الاول في اول الدفعات كلها من اول الكليه لغايه السنه الاخيره دي، وقال لي يا دكتور انا مش عارف اعمل ايه بعد التخرج. ده بيرجعنا لازمه الهويه اللي قلناها، انه اهو بقى مش شايف فرصه عمل، مش شايف الدنيا ورديه، بل بالعكس هو كان ماشي في طريق التعليم او مسليه وفي حاجه بيعملها وكان له دور وجوب ديسكريبشن، انما بعد التخرج مفيش حاجه، السكه فاضيه والدنيا خراب. فعشان كده الباد فيوتشر ده احد اهم عوامل الانتحار النهارده بين الشباب. طبعا انه يبقى شايف بافكاره انه العالم ده ما عادش يستاهل والعالم ده يمكن يبقى كويس من غيري. يعني انا سيء، فلو انا مت الناس هتبقى احسن، او يبقى عنده احساس شديد بالياس والعكس.
ايه بقى علاقه الاضطرابات النفسيه بالانتحار؟ ده طبعا سؤال مهم. للاسف شوف الرقم، 75% من الناس اللي بينتحروا كلهم مرضى نفسيين. يعني معنى كده ان انتم المسؤولين عن اللي بينتحروا. هتتخرجوا وتقولوا ازاي؟ عشان ما بتساعدوش المرضى النفسيين. هتقولوا طب نساعدهم ازاي؟ ما هو ما بيجوش عشان نساعدهم. هنقول بقى في الوقايه اللي بيننا ان احنا نرفع الاستجما ونحارب الاستجما ونخلي العيال نشجع العيالين انهم يجوا عشان يتعالجوا. اكتر ثلاث حاجات بقى اللي بيقولوا عليهم البيج 3 الميجر ديبريسيف ديس اوردر وانواع الاكتئاب كلها، القلق وانواع الاكتئاب القلق كله، والبايبولر اللي هو الاضطراب ثنائي الكون والحالات المشابهه ليه. طبعا زي ما انتم شايفين الاكتئاب والحالات دي الكوموربيديتي بقى احنا عارفين بيبقى عندنا مرض اساسي تشخيص اساسي وتشخيص كومورب. الكومورب ده ممكن يبقى عندنا ميجر ديبريسيف ديس اوردر، مرض عنده اضطراب الاكتئاب الجسيم، قصدي المريض عنده اضطراب الاكتئاب الجسيم لكن يبقى مصاحب له قلق او يبقى مصاحب له سبستانس ابيوز او اي حاجه من هذه الحاجات دي بتزود من خطوره الانتحار. بالذات لما يبقى في جلد فيلينج او يبقى عنده اضطراب في السلوك او عنده خلل في الشخصيه. الناس اللي بيبقوا غاويين يأذوا نفسهم، انتوا عارفين في مازوخيين وبيبقوا المازوخيين دول بيستمتعوا بايذاء الايه؟ بايذاء النفس. فبص تلاقيه بيعور نفسه وبعضهم بيقطع في جسمه وبعضهم بيضرب ايده في الازاز عشان يعورها. المهم انه يعمل الم شديد. هذا الالم الشديد اللي بيحصل للمازوخيين من خلال ايذاء النفس للاسف الشديد بيولد اندورفينات داخليه. هذه الاندورفينات الداخليه عشان تخفف الالم بتديله احساس بالراحه بعد شويه. فيفتكر ان كل ما يزود الالم كل ما هياخد اندورفينات ايه؟ اكتر. يطلع زي المدمن اللي بيعمل اوفر دوز. بالظبط. افتكروا لو زود جرعه الهروين هياخد موت على ايه؟ اكتر. فيزود الايذاء اكتر فيدخل في الايه؟ في الموت. ودول هم اللي دايما امبالسر اللي هم عندهم ايه؟ امبالسيفيتي. الامبالسيفيتي دي بقى بتزود قوي معدلات الانتحار ودي طبعا نتيجه لضعف التحكم في المزاعات وضعف السيطره على السلوكيات. ومهم قوي ان احنا نعرف يا جماعه ان ربنا خلق لنا هو بنمر منين؟ بص في حاجه تحت الربتل ده اللي هو العقل المخ زواحفه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشريه خلق الكون بدا فيه بالايه؟ بالريبتلز اللي هم الزواحف. والزواحف المخ الزواحفي ده هو زي ما انتم شايفين البرين ستيم اللي هو جزء الايه؟ الدماغ. لكن اعلى منه الماماليا اللي هو مخ الثدييات وهو الجهاز الانفعالي بتاعنا الليمب سيستم. والاعلى منه هو الهيومن برين او الايه؟ المخ البشري. هذه الصوره دي بتورينا ان الريبتل ده اتوجد على الارض لعلماء الانثروبولوجي اللي هم عارفين الانثروبولوجي اللي هم علماء دراسه الانسان وتطوره. هؤلاء العلماء رصدوا انه هذا المخ الزواحفي وجد على الارض من 250 مليون سنه وده مرتبط بالبيزك نيدز والحاجات البيزك فانكشنز بتاعت البشر. اللي اعلى منه شويه المخ الايه؟ الثدي. وده اتوجد على الارض من 150 مليون سنه وده هو الايموشنال برين اللي احنا ايه؟ مرتبط عندنا بالعواطف. هو ده زي ما انتم شايفين السهم رايح على الليمبك ايه؟ على الليمبك سيستم. وده كنترول الفايت عند ايه؟ عند فلايت ريسبونس. النيو كورتكس بقى اللي هو المخ البشري اللي هو اعلاهم خالص ده
ده اتوجد على الارض من 2 إلى 3 مليون سنة، وده بقى اللوجيك والمنطق والهاير اوردر والسكه. قولوا لي بقى مين هينتحر ومين هيعمل لنفسه مقام الانتحار؟ بتاع المخ الزواحفي اللي بيشتغل بريفلكس، ولا بتاع الايموشنال اللي هو الليمبيك سيستم، ولا بتاع الهاير كورتكس اللي هو الليمبيك سيستم؟ مين هيعمل نفسه؟ مين هيتوافق مع الضغوط اكتر؟ ها؟ طبعا القعده بقى هو ده اللي هيتوافق مع الضغوط اكتر. ايه الادوات المشهوره في استخدام الايه؟ الانتحار. زي ما انتم شايفين الرسمه كده بتقول لكم اكتر حاجه الفاير ارم، لان المعموله الدراسات دي معموله فين؟ في امريكا، عشان فيها الاسلحه متاحه. فاكتر حاجه الاسلحه الناريه، يليها القطع الايه؟ الشرايين، ويليها الغرق، حد يرمي نفسه في الايه؟ في البحر او في الدرع، والهند اللي هو بقى الايه؟ مشنقه، والغاز. طبعا انتم عارفين في الافلام يجيبوا لك كده تفتح عبوه الغاز وتقفل على نفسها الاوضه وتقفل الشباك بتاع المطبخ وتفتح عبوه الغاز وتترمي في الارض عشان ايه؟ تنتحر، انتحار بالغاز. او الجنب، فاكرين اللي نط من على برج القاهره والبنت اللي نطت بتاع سيتي ستار نطت من ايه؟ نطت من دور عالي. او موفينج اوبجكت يرمي نفسه تحت ايه؟ تحت قصر او تحت عربيه. الدراج انجكشن اللي هو ينتحروا من ايه؟ الدواء، ببلع الدواء. وعاده بيختاروا الادويه اللي ايه؟ اللي تنيمهم عشان ما يحسوش بالايه؟ بالعلم. او نون دراج انجكشن. نون دراج انجكشن هنشوفها دلوقتي لانها دي البيستسايدز والحاجات المنظفات اللي بتموت زي اللي بينتحروا بسبب اليود وغيره. ادي الادويه، ادي الاسلحه الناريه، ادي المشنقه. ايه بقى ازاي نمنع انتحار؟ الله، ده احنا قلنا ريسك فاكتورز كتيره جدا، ازاي هنسيطر على ريسك فاكتورز دي؟ هنشوف مع بعض. طبعا منع الانتحار زي ما بتقول منظمه الصحه العالميه ان دي اولويه صحيه هامه جدا، وينبغي وضع استراتيجيه قوميه في كل بلد لايه؟ لمنع الانتحار. بتوضع على 3 مستويات، مدرسة والمقاطعة والمجتمع المحيط، بحيث انها تتضمن كل المواطنين في المنطقة. بتهدف الى زيادة الوعي عن الانتحار والصحة النفسية، وبتزيل الحواجز لطلب المساعدة مع عوامل وقائية مثل الدعم الاجتماعي ومهارات ومهارات التوافق. طبعا السلكتيف استراتيجيز بتنحط بشكل محدد ليها، اللي هي الاستراتيجيات الانتقائيه بتتحط بشكل محدد لبعض المجموعات اللي هي عرضه للخطر اكثر زي المراهقين او المدمنين. ممكن يبقى تطبيق الاستراتيجيه لايام فقط او لاسابيع او شهور حسب الايه؟ حسب احتياجنا لتنميه عوامل الحمايه عشان نقلل خطر الانتحار ونقوي الريزيلينس اللي كان بيتكلم عنها الدكتور محمد الشيخ. الريزيلينس اللي هي المرونه النفسيه لمواجهه الضغوط. طبعا وجود بروتكتيف فاكتورز ان احنا نعمل عوامل حمايه بتقلل خطر حدوث الانتحار بنسبه من 70 الى 85% لما نعمل عوامل حمايه للاشخاص. طبعا بيبتدي الانتحار كايه؟ فكره، والفكره تتحول الى ايه؟ خطه، والخطه يبقى لها تايم ويبقى لها ايه؟ اداه هتستخدم فيها، وبعدين ندخل على الايه؟ على الاكشن، وخلاص انتهى كده الايه؟ الشخص وفارق الايه؟ الحياه. يبقى احنا لما نعمل ايه؟ ايرلي انترفينشن بيعملوا فين؟ ها؟ على الايديا. طب ولما نستنى لغايه ما يبقى عنده بلان ومين وهيبتدي في الاكشن او بدا فيه فعلا، ده يبقى اسمه ليت انترفينشن. طبعا الايرلي انترفينشن زي ما انتم شايفين كده بنحاول نلحق ايه؟ طبعا كلمه السر للوقايه، ازاي نشوف الموقف الحالي، وللوقايه بنعمل على اوامر الخطوره، لازم نشتغل على اوامر الخطوره عشان نعمل الايه؟ الوقايه، وبالذات الوقايه الايه؟ الاوليه او المبكره.
وطبعا دي بنشتغل فيها على السوشيال العلاقات الاجتماعيه او الروابط الاجتماعيه، بنشتغل فيها في المدرسه على الاويرنس والسكيلز تريننج والبروجرامز، بنعمل سكريننج انترفنشنز وبنعمل ديجيتال هيلث انترفنشنز، واهو ادي الترابط الاجتماعي بنحاول ان احنا ننميه. طبعا الدكتور احمد بيشاور لي عليه ان الوقت خلاص خلص، فالترابط الاجتماعي بين البيت والمدرسه دي اقل الافكار الابتكاريه، وفي نفس الوقت استخدام التشتيت ومعارض حل المشكلات بيساعد التلاميذ او المراهقين انهم ما ينتحروش. رفع تقدير الشخص لنفسه اللي هو السيلف اسكيم واحساسه بذاته بيخليه يحس ان هو قوي واثق في نفسه، فيبقى عنده قدره على التوافق مع المشكلات وما يضعفش قدامها. حظر الاسلحه الناريه في البيوت، يعني لما بنمنعه في مصر الاسلحه الناريه في البيوت دي فرصه كويسه لان دي بتقلل خطر الانتحار. لما منعوا الاسلحه الناريه في مناطق في امريكا بنسبه 10% الانتحار قل بنسبه 8%، يعني معنى كده انها افادت في منعها. حظر بيع المنتجات الحشريه، وطبعا احنا عارفين الحبه بتاع القمح، وسمعنا عن بنات من الشرقيه وبنات مش عارف منين ومنين خدوا حبايه القمح دي عشان ايه؟ عشان يموتوا، وطبعا دي من المنتجات الحشريه الخطيره. زمان على ايام ما كنت انا في ثانوي وفي اعدادي وفي الجامعه كده كانت التوكسوفين واللاندين اللي هو المنتجات الحشريه اللي بتستخدم في دود الورع القطن وفي الحشرات الزراعيه، فكانت دي اللي موجوده في البيت، فكانت تتجه اليها البنت اللي بيتجوزوها غصب عنها تشرب التوكسوفين عشان تموت، وبعضهم كان ايه تكب على نفسها يزود ايه وتولع في نفسها. دي كانت اكثر الحاجات اللي ايه زمان، لكن دلوقتي حبايه القمح دي بقت في منتهى الخطوره لان بتنهي الحياه فورا. طبعا السكول بيست زي ما قلنا اهو برامج تدريبيه في المدرسه عشان نزود وعيهم المهاري ونخليهم يبقوا عندهم وعي بعوامل الخطوره اللي ممكن تاذيهم وانهم يتجنبوا الانتحار، وبننمي مهارات حل المشكلات عندهم، وبرضه بنخليهم انت عندك مرض نفسي ما تتكسفش، ونحرره من الستيجما بتاع المرض النفسي، لان انتوا عارفين بيبقى مريض نفسي وعارف انه مريض نفسي وما يجيش عشان ايه يتعالج خوفا من ان يتعالج عليه انه مجنون. فالوصمه بتاعتنا دي او الوصمه اللي احنا مرتبطين بيها في علاج المرضى النفسيين بنركز قوي في الانشطه ديت الموجهه للطلبه والموجهه للناس المستهدفين من الاستراتيجيه، ان احنا نقلل الاستجما ونشجعهم انهم يروحوا ايه يتعلموا ويطلبوا المساعده. التدريب المهني طبعا بيرفع الايه؟ الكوبنج مع الاستريس اللي هو الموافقه التوافق مع الضغوط، وبيعلمهم مهارات حل المشكلات، وبيخلي عندهم وعي بحالتهم الانفعاليه، وفي نفس الوقت يديهم قدره على اخذ الايه؟ القرارات. طبعا في لعبه بقى بتتلعب بنخلي المدرس يعملها في الفصل بتاعه، دي لعبه تحسين السلوك وبتهدف لتنميه السلوك الاجتماعي وتقوي دور الطالب في المدرسه بحيث يبقى دور فاعل في الكلاس بتاعه، فبتقلل السلوك العدواني المنطلق عنده، وطبعا المدرس بيعملها وهي مش لمنع الانتحار بقدر ما بتبقى لتعديل السلوك بتاع الطالب. البرنامج حادث البوابه ده الجيت كيبر بروجرام ده عشان يعلم المدرس ازاي يتعرف على علامات الانتحار بين المراهقين اللي في ثانوي عنده وينصرهم ويحولهم الى الاماكن المخصصه لاعلامهم. طبعا بنعمل سكريننج انترفنشنز، يعني بنجيب استبيان كده ونطبقه على طلبه الجامعه عشان نشوف مين عنده ميول انتحاريه، استبيان تاني ونطبقه على موظفين في شركه معينه عشان نشوف مين عنده ميول انتحاريه. لكن في ناس قالوا ان مجرد تقديم هذا الاستبيان هيخليهم يفكروا في الانتحار، لكن في دراستين واحده في امريكا واحده في استراليا بتقول انه مش صحيح انه مجرد ان احنا نعمل له سكريننج ده يخليه يفكر في الانتحار، وفي ادله بحثيه بتقول انه الكنترول زيهم زي اللي اتطبق عليهم الاستبيان في الافكار الانتحاريه، فده ما فيش خوف خالص من تطبيق الاستبيان ده. اخر حاجه اللي هي الديجيتال هيلث انترفنشن، ده برنامج طبعا بالكمبيوتر عشان يكشف اللي عندهم احتياجات نفسيه عشان نقدمهم الخدمه النفسيه اللي هم محتاجينها، ونعمل برامج علاج معرفي السلوك لهم بالكمبيوتر عشان نحسن اعراض القلق والاكتئاب عندهم.
طبعا برضو اخر حاجه بقى اللي هي الانترفنشن بتاع الايه؟ الحالات الايه؟ الاخيره اللي جايه متاخر اللي هم يعني ده عمل خطه وخلاص هينفذ بنلحقه ازاي؟ طبعا بنساله انت معاك خطه؟ انت حضرت الوسيله؟ انت حددت الوقت؟ انت عندك القصد؟ اذا جاوب على الاسئله دي بنعم يبقى ده دخل في ايه؟ ده ريسك انترفنشن لازم يتم تدخل حاسم وفوري وده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الليت ايه؟ انترفنشن. طبعا الانترفنشن ده تدخل لمنع حدوث الانتخاب ان احنا بنعمله كونسلنج هذا الكونسلنج بيهدف الى ان احنا نعمل له نوع من الرعايه والتقييم والاستجابه لمتطلباته المرضيه والعاطفيه ومقوي الذات لديه وبرضه بنعمل له نوع من التوافق مع الضغوط ونعمل له سبورت نفسي وفي نفس الوقت نعمل له تدريب على حل المشكلات واخذ القرارات. في موتيفيشنال اللي هي الكونسلنج اللي احنا بنقوي فيه الايه؟ الدافعيه عند الايه؟ عند اللي هم في عرضه للخطر والانحطاط بشكل شديد دول ويبقى الهدف منها ان احنا نحسن السيلف ستيم نساعده انه يعمل يتخذ قرارات وفي نفس الوقت يعمل سيطره على نفسه وبنساعده انه يجيد الانتربيرسونال كوميونيكيشن اللي هو التواصل مع الاخرين. طبعا برنامج الاعاده لصياغه المفاهيم ده برنامج موجود على الكمبيوتر وبنخليهم يستخدموه عشان يكشف عندهم السلوكيات الايه؟ المرضيه وفي نفس الوقت في فيديوهات وفي مواد اخرى عشان تنشط الايه؟ اللي هي السوسايدال اديشن بريفنشن وتضيع لهم الديبريسيف سيمتومز والعجز والامبروفمنت اوف بروبلم سولفنج والكومبنج ستراتيجي. خلال جلسات الرعايه الصحيه بتتم تدخلات مختصره لوضع خطه للسلامه والتاكيد على الالتزام بالعلاج للمرض النفسي. بيتم تعليم نفسي بيشمل المرض النفسي وخطه العلاج المقدمه والانتظام المتابعه لمده شهور. لازم نتابع العيان اللي عمل انتحار ده او اللي هو دخل فيه مراحل الانتحار ده انه نتابعه 3 شهور بعد ما يخرج من المستشفى. طبعا بنتدخل بالسي بي تي العلاج المعرفي وبنتدخل بالدي بي تي اللي هو الدايلكتيكال بيهيفيرال سايكوثيرابي اللي هو اساسا معمول للبوردر لاين بيرسوناليتي بنتدخل بيه وبنستخدمه عشان نخلي نعمل ايموشنال ريجوليشن وانتر بيرسونال افكتفنس وديستريس تولرانس يعني تحمل الضغوط وفي نفس الوقت نخليه يفكر ويستعمل عقله كويس عشان ما يدخلش في المهارات الانتحاريه وفي نفس الوقت ندخل الاسره معاه بحيث الاسره تبقى تكتسب مهارات الحمايه لافرادها. في 6 مكونات بقى مهمين في الانترفنشن الاخير ده. اولا لازم المريض ياخد بوزيتيف ياخد احساس ايجابي تجاه نفسه والعالم وفي نفس الوقت يبقى عنده معنى للحب لنفسه ويبقى عنده هدف لانه يعيش هدف للحياه وانه يفكر بشكل انه ممكن يتغلب على الصعوبات وانه ما ينهزمش قدامها وفي نفس الوقت يبقى عنده مهاره في التواصل الاجتماعي وبيستمر او مستمر في تنميه نفسه. طبعا الفاميلي انترفنشن بيبقى الهدف منها انها تعمل سوشيال سبورت وتعمل بيلدينج كوبنج وايموشنال ريجوليشن سكيلز. تو سمرايز اخر نقطه اللي هي لخص الكلام في كلمتين السوسايد هو قتل النفس او انتحار هو قتل النفس بقصد هو احد اهم الاسباب للوفيات المبكره. في عديد من الريسك فاكتورز 95% من المنتحرين مرضى نفسيين يا اما عندهم ديبريشن يا انزايتي في انواعه او بايبولر ديس اوردر. الكي في البريفنشن ان احنا نفهم ازاي الشخص بيشعر تجاه نفسه وتجاه العالم وايه احساسه بالموقف الحالي اللي هو فيه وبنعمل على منع عوامل الخطوره. طبعا بنلخصه في اخر 5 كلمات
حفظ حياته وحمايتها، نسأله ونتحدث معاه، نتواجد معه ومعالجة المرض النفسي ومتابعته اللي احنا بنقول keep him safe, ask and talk to him, be there, treatment of mental disorders and follow up. واشكركم والسلام عليكم.